مما لا شك فيه ان الصحف الورقيه هي جزء مهم جدا من تراثنا احنا، لانها مرتبطه دايما بحياتنا اليوميه. نتذكر طبعا زمان الناس كانت عامله ازاي في قراءه الصحف الورقيه والاقبال على بائعي الصحف الورقيه. كنا دايما متعودين احنا نشوف الناس وهي بتفطر ماسكه الجورنال وبتتصفح كده الجورنال، وهم في القطار وهم في المواصلات دايما ماسكين الجورنال، واحنا كنا دايما نشوف الحاجات دي في بيوتنا. يعني كنا دايما احنا متعودين ان اهالينا دايما بيجيبوا الجرايد وبيتصفحوها ويعرفوا كل تفاصيلها حتى الاعداد الاسبوعيه. خلينا نتكلم في العصر الحالي، في حاله مختلفه كده قدرت جريده الوطن في الفتره اللي فاتت ان هي تعمل تطور كبير بتقدمه للقارئ من ملفات صحفيه وتحقيقات مختلفه وصفحات اولى كمان بصور الحقيقه عبقريه منها. يمكن علشان كده الوطن مميزة جدا في أنها تعمل الملفات الصحفية المشهورة وقدرت أنها تكسب مساحة كبيرة من القراء، وكمان قدرت أنها تغير مفهوم مستقبل الصحافة الورقية اللي بالتأكيد يعني الأفكار الخلاقة والملفات المتنوعة ممكن تخليها تستمر أكتر قدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. خلينا نرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. صباح الخير استاذ محمد، اهلا بك. منورنا وسعداء بوجودك جدا في الاستوديو، وسعداء جدا بالشكل المختلف والملفات اللي عامله ضجه كبيره جدا في الفتره الاخرانيه. لكن خلينا نقول ان فعلا احنا شايفين حاله مختلفه كده بعناوين بارزه بشكل للطبعه الورقيه اللي احنا بنتكلم عليها اصلا النهارده. عايزه اسالك سؤال، احنا لسه شاذلي بيقول احنا كنا متعودين ان احنا نشوف اهالينا بتقرا الجرايد، انا كمان بجيب الجرايد، بس هل فعلا مصطلح ان الصحافه الورقيه بقى للكبار فقط ده مصطلح حقيقي ولا لا؟ انا يعني هقول كلام بس ما مش عايز حد من الزملاء يزعل مني. يعني احنا لو عملنا هو ايه اللي حصل في الصحافه الورقيه؟ الديجيتال طغى طغيان كبير. طيب صح، كمان المحتوى بتاع الديجيتال اختلف عن الورقي. احنا في الورقي يعني ما عملناش محاولات كل فتره يا استاذه منى، كل فتره بتيجي صحيفه بتعمل نقله في تاريخ الصحافه. نقله يعني مثلا في الفتره الاخيره الوفد عملت نقله، كانت الصحافه ابتدت تهدى شويه، اتعمل محتوى جديد فالوفد عملت نقله، الاهالي عملت نقله. الدستور اللي بسميه دستور الاسطوره للاستاذ ابراهيم عيسى اللي بنقدم له تحيه طبعا، عمل نقله في الصحافه. مصر اليوم عملت نقله، يعني انت بيحصل حاله ركود في الصحافه، بتقعد زمن كده ما فيش تجديد، مفيش حد بيجي يجدد، فبيحصل ركود. فبتيجي بتيجي بتيجي صحيفه بتروح عامله تحول فبتاخد بترفع الامد. عملت ده الوفد في اخر اوائل الثمانينات، والاهالي عملته شويه، وبعد كده الدستور، وعملته لمصر اليوم. يعني دول بيعملوا تحولات، يعني انت بتحتاج كل فتره انعاش كبير. طيب الوقت مختلف، جينا من اول 2011 الوقت مختلف شوية. مختلف. طب انت اللي انت محتاجه دلوقتي في انك تعمل محاوله دي مختلفه، مختلفه، وعايزه تحدي اخر، لان كل فتره ليها تحدي. كل فتره ليها تحدي. طب التحدي الديجيتال، الديجيتال انا هقول لك انا بحاول اعمل ايه. طب انت بتحاول تعمل حاجه عشان تبقى عندك تجربه؟ طبعا بحاول، حقي وانا ده حق مشروع ان انا احاول اعمل تجربه تبقى مميزه في تاريخ الصحافه. بحاول طبعا، انا هنجح ولا مش هنجح ده مرتبط بجهدي وعرقي ومذاكرتي، ويعني ده مرتبط بده الى اي مدى انت بتعمل ده هتنجح. طيب احنا التحدي اللي في العصر الحالي الديجيتال طاغي جدا، طاغي جدا. طب انا هتكلمني عن الصحافه الورقيه، هقول لك الاصل، اي اصل الاشياء هو المحتوى يا منى. المحتوى. انت احنا اصلا الباقي ده كله ده منصات عرض، الورقي منصه عرض، الموقع منصه عرض، التويتر منصه عرض، الانستجرام منصه، كل دي منصات عرض. ايه اللي جوه ايه اللي جوه المنصات دي؟ اللي جوه المنصات دي المحتوى اللي انت بتقدمه. انت هتقدم لي، طب انا رحت الورقي، طب انا هعمل ايه في الورقي؟ الورقي شايف انه ماشي نيوز، ماشي نيوز، يعني ماشي اخبار اخبار اخبار. طب انا الديجيتال، طب انا الديجيتال مخلص على الخبر، مخلص عليه. طب الخبر انا عندي الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الرئيس جوزيف بايدن، انا هطلع تاني يوم اقول انه طب انا هاخده، بس هاخده ازاي؟
اتعامل مع ازاي الاخبار كلها، الاخبار كلها هاخدها على يطلع تاني يوم القارئ هيبص على اللي حصل امبارح فيقول لي ان امبارح كان في حادثه، امبارح كان رئيس الوزراء عمل كذا، في قرار كذا امبارح في الورقه، هيطلع ما طبيعي لازم لابد ان يعزف عندها. انا عملت ايه؟ انا بحاول اعمل ايه؟ انا خليت الديجيتال عادي زي ما احنا، الموقع الالكتروني والموبايل المنصات كلها نيوز. رحت الورقه قلت لا هتميز فيه لازم اعمله، فخليته رجعته لصحافه المجلات. المجلات زمان لو حضرتك تفتكري يعني، حتى كان زمان نروح نقعد عند الحلاقين وعند الدكاتره وعند البتاع ده، بيجي حد دايما يحط مجله. صحيح. بتلاقي على فكره المجله بتتقري بالمناسبه، مع انه ممكن يلاقيها سنه، يقرا مثلا سيدتي من سنه مثلا. حي. انت بيقراها لانه هو بيعمل مواضيع مالهاش علاقه بالوقت، لكن هي لها علاقه بالموضوع. تعيش. ايه؟ مواضيع تعيش. موضوع عايشه تتقري في اي وقت. انا بقى قررت اعمل ده بقى. طب اليوم يعمل فيه اتميز فيه. قلت هنخلي جورنال مجله نختار فيه مواضيع معمقه ومواضيع مختلفه، واروح في مساحات اخرى بعيد عن الاخبار والاهتمام الاني. الاهتمام الاني ده هبعد عنه، اللي هو انت هتروح تقول لي هناك في مشاريع مش عارف ايه وفي اخبار ايه وفي حادثه ايه بقى، لا مش هروح. لو هروح بشكل مختلف. لو هروح هشوف بشكل مختلف. احنا بنعمل ملف دلوقتي عن اطفال سوريا. عن اطفال سوريا، انا باخد من الازمه الانسانيه. طب انا هروح لها ازاي؟ انا هقعد بجيب الاطفال اللي هم تحت اللي تحت الانقاض والقصص اللي هي العالم كله شافها. طيب خليني بس اركز على نقطه مهمه جدا. اتفضل. في قدر عالي جدا سوريا وتركيا بالمناسبه. طب. احنا هدفنا انساني هنا. طب. مش هدف، مش يعني مش قومي ولا لا، يعني احنا بنتعامل مع ازمه انسانيه. في قدر عالي من الذكاء في التعامل مع هذا الامر، لانه الصحف الورقيه من العوامل اللي اثرت في ان هي تندثر خلال الفتره اللي فاتت كان ايه؟ كان ان المواقع الاخباريه والمواقع الالكترونيه بتحدث 24 ساعه، الصحف. صحيح. انت لسه الصحف صباحيه بشغال. صحيح. عليها من بالليل. صحيح. وعشان تطبع الصحف المسائيه فانت لسه بتجمع اللي حصل في اليوم، ولو حصل حاجه وانت طبعت. صحيح. مش موجوده عندك. صحيح. الصحيح. صحيح. طب انا عشان كده بقول لك انا هنا المحتوى هو اللي يفرق. هي منصه عرض، الورقه دي منصه عرض زي الموقع الالكتروني، زي صفحات السوشيال بتاعت اي مؤسسه، زي نبض، اسف، زي تويتر، زي انستجرام. دي منصه عرض. انت هتعرض ايه وهتعرضه ازاي؟ هو ده الموضوع. طب الورقي انت ده ورقي، دي منصه عايز تحط فيها محتوى. طب انا هعرض ايه وعرضه ازاي؟ هو ده الموضوع. انت محدد حضرتك بتكلم مين يا استاذ احمد؟ يعني زمان كانت الناس بتجيب الجرايد عشان تعرف الاخبار، التلفزيون سحب الموضوع ده شويه فبقت الناس بتاخد من الاخبار التحليل. صحيح. في الجرايد بتاخد التحليل بتاع الاخبار اللي شافتها على التلفزيون، البرامج التلفزيونيه دلوقتي بقت هي اللي بتحلل. صحيح. الكلام ده. صحيح. فحضرتك ابتديت تعمل حاله جديده، او ان انت بتحاول تتوجه لنفس الجمهور اللي كان قبل كده بيدور نفس الجمهور وعنده حلاوه الورق وهو ماسك الجورنال الورقي في ايده، بتشده تاني بتقول له تعالى انا عندي اللي ينفعك. انا بقول له انا هروح لك في مساحات محدش بيروح لها كتير. انا هروح لك في مساحات، يعني احنا شغالين في مساحات رموز مصر الروحيه. اهي اهو ادي انا معايا مثلا، دي صوره. دي صوره. على فكره صوره موجوده، وبالمناسبه يعني دي كانت اتنشرت عندنا في الموقع الالكتروني. بس انا جيت في الورق هنا قلت لا، انا ازاي اعرضها؟ هخدم عليها ازاي؟ ازاي اعرضها؟ ازاي اعرضها؟ عرضتها، جبناها، احنا رصدنا اللحظه، عملنا اشتغلنا عليها، جبنا صلاح شاهين اللي هو رمزيه المعرض، وكنا حريصين انه نوضح ان صوره دي في معرض الكتاب. انا بستغل رمز حدث ثقافي كبير في مصر هو معرض الكتاب، جايب صوره داخل معرض الكتاب، برمز لمعرض الكتاب، جايب شخصيه العامل هو صلاح شاهين، دي كل ده تكوين. انا ما ده عرض، انا بعرضه ازاي؟ التكوين انا شايفه الغلاف زي ما شفنا دلوقتي، احنا متعودين ان الصفحه الاولى بتبقى لها منشطات كبيره كده، وبيبقى في شكل اخراجي، عدد اعمده معين، وبيبقى صحيح. في شكل صحيح. معين. انا شايفه فعلا ده غلاف اقرب ما يكون لغلاف مجله. صوره كبيره، وعندك بقى المتن موجود، لكن قليل. البطل عندي مش الكلام، البطل عندي الصوره، الفكره اللي بتبروزها. احنا عاملين صوره ثانيه امبارح برضو عامله مشاكل. عيان اسف، مش عامله مشاكل يعني. عامله رواج. عامله رواج ضخم. صوره صوره صوره. انا بقول لك يا استاذ منى، يا استاذ شاذلي، انا هعرض، انت هتعرض ايه؟ هو البطل هو المحتوى. هي زادت المنصات العرض للمحتوى الصحفي زاد، كان زمان ورقي.
وزيد عليه مكان المحتوى الصحفي، وزيد عليه الموقع الالكتروني، وزيد عليه صفحات السوشيال ميديا الخاصه بالصحف، تويتر وصفحه الفيسبوك هي دي الصوره اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ دي صوره النهارده، صوره امبارح. دي بتاعت بص عليها، بص شوف دي صوره، مجرد صوره تتكلم. ايه صوره خلصانه. بس طبعا شرحت الحكايه ايه، لانه الحكايه هنا حكايه مثيره. انا هنا برضو طب ما نحكيها، احكيها لك. انا كان زميل، كنا في مولد السيده زينب، احنا بنغطي مولد السيده زينب. دي من المساحات اللي انا رايح لها، اللي ما حدش بيروح لها بالمناسبه، يعني ما حدش بيروح لها كتير بالعمق ده. يعني الزميل ماشي معدي، هو مصور صحفي، هو ماشي، هو اصلا بطبيعته بيحب الكلاب. فشاف مشهد كلاب وكذا حد بيبص على المشهد، شايف المشهد، بيبص على المشهد ده، كلاب متكومه وفي كلب ميت. كلب ميت هم بيحموه من البرد. فيعني هو وقف عند الصوره، يعني وقف عند ده، فراح مصورها وراح مكلمني الساعه 1 بالليل. بعت لي الاول، هو اسف، هو بعت لي الاول على الواتساب، يعني اعتقد انا نايم يعني، وقال لي انا موجوع وزعلان جدا. انا بالمناسبه يعني انا كمان برضو بحب الكلاب، يعني بحب الكلاب البلدي، الكلاب الشوارع يعني. فبصيت على الصوره، قعدت 5 دقايق انا بكيت بصراحه. فقال لي يا استاذ احمد، الصوره دي، الكلاب دي، ان الناس كانت متجمعه عايزين يعرفوا، بيحاولوا يعني يعرفوا المشهد. مشهد ايه اللي بيحصل؟ هو كلب ميت وعليه كلاب، ايه اللي بيحصل؟ فراح عرف من راجل جنبه، قال له الكلب ده اخوهم، والكلب ده خبطته عربيه ومات. وكانهم بيحموا من البرد، فعملوا المشهد ده. كانت مشهد عبقري انساني فوق الخيال. انا طبعا بعد ما تملكت مشاعري يعني خلاص، انا يعني تملكت خلاص، يلا 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 نعمل حاله، يلا نعمل موضوع صحفي. الساعة 1 بالليل رحت مصحي كل الصحفيين، صحيتهم ازاي، ورحت حطيت لهم الصوره، صحيوا. كل اللي شاف الصوره صحي وقام من النوم، استفزته انسانيا الصوره، وقلت لهم مين شاطر يكتب قصه انسانيه في الصوره دي، وحكيت لهم، قلت لهم الصوره حكايه الصوره كذا 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 كذا. لقيت انا لا يقل عن 25 زميل كتبوا في اللحظه، 25 ده بتتكلم الساعه 1 بالليل. كله نايم يعني، كله نايم. كتبنا الاستوري، احنا كلنا كتبنا الاستوري ده. كتبنا الاستوري، حطيناه الساعه 2 بالليل على الموقع وعلى صفحه فيسبوك عندنا. الساعه 3 عد الساعه 1 واحد في فريق السوشيال ميديا قال لي الصوره دي يفضل تتنشر الصبح، لان اوقات الريج، لان مش هتعمل تفاعل ومحدش هيشوفها، والناس كلها نايمه، والناس صبحه رايحه المدارس ومش عارف ايه الكلام ده كله. فريق الموقع قال لا، تتنشر دلوقتي عشان دي صوره ليليه، فانت هتنشرها الصبح، هتقول واضح ان صوره ليليه. وقعدنا نتبارى، فانا اخذت قرار معاهم طبعا، قلت لا ننشرها دلوقتي ناوي حالا. انا عارف ان الصوره دي هتكمل، انا ممكن عارف، ممكن نعيد نشرها مره ثانيه على السوشيال ميديا. انا عارف انها هتكمل، انا عارف انها هتستفز ازاي، اصل هو بس بالحسابات هي خلاص محطوطه في وقت مش بتاع انها بالظبط. فريق السوشيال ميديا قال كده. قلت لا هنحطها، انا عارف الصوره، هتحطت الصوره، ثبتناها على الصفحه عشان اكون امين برضو، تبقى ثابته مفهومه، مهم طبعا، تثبت الصفحه. قعدناها لتاني يوم، الصوره سافرت وتلقيت اتصالات من يعني من زملاء من بره ومن جوه، زملاء عشان كده عملنا ممر شرفي كمان للزميل اللي قام بتصوير هذا الصورة. ده يعتبر تكريم ليه وفي نفس الوقت تشجيع. لا طبعا طبعا، كان واجب ان انا اكرمه، انا والزملاء كان واجب لازم يكرم انه التقط اللقطه دي وانه خد باله. ما هو اصل هو يستحق فعلا. ايه هو يستحق فعلا. يعني هي دي الفكره اللي عايز اقول لك يا استاذ امين. المحتوى، انت هتعرض ايه؟ انت هتحط ايه في المحتوى؟ هو ده الموضوع. لو عايز ترجع للجورنال، احنا قررنا نخلي الجورنال مجله ونروح في مساحات. عملتها ازاي دي بقى؟ اصلا الجورنال صحيح، القطع بتاعه جورنال صحيح، وان كان مش يعني القطع بتاعه مش جورنال قوي برضو، يعني القطع ما يعني سنة مدي كده على مجال، لكن الكواليتي بتاعت الورق طبعا بتطبع 4 لون وكل حاجه، بس الكواليتي بتاعت الورق ما هياش بتاعه المجله، الحاجه الكوشيه الفاخره اللامعه اللي كده. فازاي عايز تحط ده؟ البطل هو المحتوى. انت هتعرض ايه؟ انا رحت في مساحات انسانيه، انا ادعي وازعم ان ما حدش راح لها قبل كده. ادعي وازعم، اطرح لها من بعيد يعني. يعني انت مولد السيده زينب ماشي، والمولد، ونعمل خبر على المولد، ويتوافد الالاف على مولد الستين السيده نفيسه السيده زينب والكلام ده كله.
انا لا لا انا بشرح لك الحكايه كلها من اولها لاخرها، باخدك في قوه نفسنا. انا رايح في منطقه قوه مصر الناعمه، رايح في المنطقه دي ورايح فيها بعمق، مش رايح فيها امر مرور الكرام. القارئ فوجئ، فوجئ ان عنده شهيده اسمها دميانة، اول راهبه واللي هي من اسست الرهبنه النسائيه في مصر. شهيده دميانة ليها مولد كبير في الدقهليه، هي اصلا من كفر الشيخ، يعرفها اهل الدقهليه، باقي المحافظات ما يعرفوهاش، باقي المصريين ما يعرفوهاش، في مسيحيين ما يعرفوهاش، في مسيحيين ما يعرفوهاش. فرحت واخد الشهيده دميانة وعملت ملف كبير عنها، مين هي وفين وازاي والمولد بتاعها وعملت ايه وبتاع الكلام ده كله. افوجئ برد افعال غير عاديه، غير عاديه. دي مساحات ما حدش راح لها، لانك بتنور حتت ما كانتش حد بنور في حتت. هي موجوده، هي موجوده على فكره، هي موجوده، بس انت خدت بالك مين ده، بتعمل ايه، عملت ايه، تاريخها ايه. انت تاريخ، ده تاريخك على فكره، ده تاريخ. انا رايح في المنطقه دي، المنطقه دي انا بقول لك يا استاذ مني يا استاذ شاذلي، مش بدعي ان انا يعني، بس انا بقول لك انا دي مساحات اثرت ان انا اروح لها بعمق، عشان ما حدش يقول لك احنا رحنا لها بكده، لا انا رحت لها بعمق. وكل الزملاء في الوطن بس هيتعبوا وبيتعبوا اكيد، يعني لان انت حابين، لان انت كل يوم بحب، كل يوم بتعمل تحقيقات وبتفتح ملفات، فبكل تاكيد في بحث. احنا عندنا افكار بتاني. عايزين 20 منصه عرض، عندنا اجنده افكار ومختلفه، ومختلفه، مش افكار عاديه، شغالين عليها كلها. لا كلنا، ده عقل جمعي، يعني مش انا اللي بعمل ده على فكره، بس انا بعرف استفز الناس، بعرف استفز الزملاء بصوره الساعه 1 بالليل زي صوت الكلاب كده، اعرف استفزه وتاني يوم اجيبه واعمله ممر شرفي واكرمه، واللي عمل صوره معرض الكتاب اجيبه واعمله واجيب له نجيبه ونعمل، وقيادات المؤسسه كلها تحتفل بيه، ونتصل برئيس شعبه المصورين في نقابه الصحفيين واقول له تعالى الجورنال، انت عندك زميل عندك في الشعبه عامل صوره عبقريه، انت لازم تيجي تحتفل بيه معايا. فيجي، فاخد بقى اكلم اعضاء مجلس نقابه الصحفيين اقول لهم عندكم صحفي زميل عامل صوره عامله كذا، فيجي ياخد بعضه ويجي الجورنال ويشارك في احتفال زميله. يعني انا عايز اقول لحضرتك، احنا يعني بتستفز انت الناس، بتستفزهم صحفيا وهنا انه يفكر انه يعمل حاجه حلوه هو بيحبها. لو قلت لي يعني السر اللي هو الحب، انك بتحب تعمل ده، انا عندي زملاء بيحبوا اللي بيعملوه حب عبقري، ولذلك بيعمل الحاجه افضل ما يكون وبدون مراجعه مباشره مني، المراجعات العاديه يعني، فبلاقيه هو، لان المساله فيها حب، وهو بعدين ابتدت الناس تتفاعل معانا يا منى. ننشر ملف عن السيد المسيح مثلا، نعمل ملف عدد ضخم عن السيد المسيح، لاول مره يتعمل ملف عن السيد المسيح في الصحف المصريه. او اعمل عن جلال الدين الرومي، الله، ملف عن جلال الدين الرومي. ايه ده؟ الاقي الناس بتكلمنا، تاني يوم تتواصل مع الجرونه، ابتدي الاقي البوسته عندي على المكتب تكبر. انا اول لما جيت، لما انا تولدت من 6 شهور تقريبا، ما كانش فيه جواب بيجي. دلوقتي انا بيجي لي 20 30 جواب بوسته. بلاقي المكتب عندي بيدخل لي 20 بوسته من هنا ومن هنا، ده غير التواصل، غير الموبايلات، غير الفيسبوك، يعني انا بكلمك حجم التفاعل. طب هو ده بالك يا شاذلي، من ورق جرايد، ورق بوسطة، انت راجع. انا في جهات، في بعض الجهات اللي هي المؤسسات الوزارات يكلمني يقول لي انا من فضلك انا عايز القصه دي عندك، لو تكرمت عايزك في الجورنال. اقول له ما انا واخد، احنا واخدين حضرتك على الموقع الستوري وعلى الموقع وعلى الصفحات عندنا. يقول لي لا 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 لا، انا طبعا كتر خيرك وبشر، بس انا عايزها في الجورنال. ده معناه ان هي كجريده ورقيه مسمعه ابتدت تاثر. طب وشوف، انا هتكلم معاك كلام امين عشان الزملاء اللي بيسمعونا برضو يبقوا عارفين انا بقول ايه وبعمل ايه. طب هو الجرايد ده هتوزع؟ احنا بقالنا فتره عندنا مشكله توزيع، دلوقتي مش هتوزع. الجورنال يعمل حاجتين يا استاذ شاسر، الجورنال الا بمحاولات جاده، الا بمحاولات كبيره ومرهقه، الجورنال يوزع يا ياثر. كان زمان مصر اليوم دي كانت بتوزع اعلى توزيع، كان قصادها روزا اليوسف، الاستاذ عبد الله كمال رحمه الله عليه، السلام لروحه، كان ما كانش بيوزع زي المصري، بس كان بيأثر قوي. فاحنا كنا قدام حالتين، جورنال يوزع ويأثر، كان المصري برضه يؤثر، وجورنال ما كانش توزيعه عالي لكنه كان يؤثر. فانت قدام دلوقتي حاله، يا توزيع يا تأثير. طب انا هوزع دلوقتي؟ لا انا مش هوزع.
طب انا هعمل ايه؟ بس ممكن توثق. لا انا هاثر. وتوثق. انا فاهم التوثيق ده، انا فاهم، بس انا هاثر. هتاثر ازاي؟ اقول لك ان صوره زي صوره بعض الكتاب دي انا نشرتها على منصات العرض بتاعه الوطن، منصات السوشيال ميديا الساعه 12 الظهر. ما عملتش الراوي الكبير بتاعها مع التاثير الكبير. في الورقي، في الجورنال اليومي، في الورقي عرضنا الصوره، لقينا بالليل الصوره سافرت. فانا هخلي الجورنال ياثر. الجورنال ياثر. طيب انت بتلاقي ده، انا احنا عاملين ملف الاسبوع اللي فات على الحمديه الشاذلي. فوجئنا بان العدد من الناس بيتصل طالبين مئات النسخه. المريدين بقى يعني. اتصلوا قالوا احنا عايزين مئات النسخ، لان احنا بنوثق كمان الطرق الصوفيه دي، المساحات اللي انا رايح فيها، هذه الطرق الصوفيه يعني العظيمه اللي هي روح مصر، روح مصر، روحها الدينيه مش متطرفه. انت بتحط فيها بتعرف الناس بيها، فبيكلموني عايزين مئات النسخ. انا عايز اقول لك على حاجه ثانيه، انا عندي مؤتمر المناخ. مؤتمر المناخ حتى لو يعني الزملاء يجيبوا بتاع، شوف الجورنال عمل ايه. ما كل الزملاء كل الناس اشتغلت على مؤتمر المناخ. طب انا اشتغلت ازاي؟ انا عملت ازاي؟ الكفر بتاع مؤتمر المناخ انا عملته بست لغات في الورقي. ست لغات. واخترت الست لغات المعتمده في الامم المتحده. ده مؤتمر اممي ضخم، لم يسبق للدولة المصرية أن استضافت مؤتمرا مثل هذا المؤتمر من حيث الكم والكيف والمحتوى والضيوف والرؤساء وما شابه. كان لازم أنا كجورنال أتعامل معاه تعامل مختلف. ما أتعاملش معاه أنه مؤتمر عادي أو وانشره صفحة وصفحتين ومنشط. التغطية العادية يعني. التغطية العادية أو المهتمة شوية. لا، كان لازم أفكر تفكير مختلف. مختلف تماما. فعملنا كفر، عملنا كفر ده غير المحتوى بقى، عملنا كفر. قلت اللي هيجوا الضيوف اللي هيجوا في مصر، اللي هيجوا في شرم الشيخ، انا بتعامل مع الصحافه زي ما انا بتعامل معها. بمعنى ايه؟ انا لو رحت بلد زي هقول اي بلد اول حاجه عشان اعرف ناسها واهلها اشوف صحافتهم. وبص وانا في الفندق افتح التلفزيون اشوف قنواتهم طبعا، اشوف مسلسلاتهم يعني لو عايز اعرف يعني انا لو رايح بلد، انا لو رايح لندن مثلا لاول مره مثلا 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 او مثلا اي دوله من الدول، اول حاجه ببص على صحافها عاملين ازاي عشان اعرف، واشوف تلفزيونهم واشوف حاجتهم عشان اعرف الناس دي بتعمل ايه، بتفكر ازاي، اهتماماتها. قلت الناس دي كلها دول نخبه العالم. اول ما هيجوا في بعض منهم وكتير منهم اول مره يجوا مصر، فمن المؤكد هيعملوا كده ان هو عايز يعرف ايه مصر دي وناسها واهلها وبيفكروا ازاي وعايشين ازاي، اللي هو التثقيف العام. ما كانش هم هيبقى مكاتبهم الاعلاميه هتبقى مهمه. بالظبط كده. هيقعد يفتح التلفزيون يبص على القناه الاولى ويبص على قنواتنا التلفزيونيه ويبص على محتوانا ويبص على صحافها وعلى مواقعها لو امكن. قلت خلاص انا هروح له في المنطقه دي. فعملت ملف بالست لغات، اهلا بكم في حاجه كده بست لغات. ليه ست لغات؟ ليه؟ اخترت الست لغات المعتمده لدى الامم المتحده، لانه مؤتمر اممي. لانه مؤتمر اممي. فكان يعني فانا تصورت يعني اتصور انه كان تناول مختلف عظيم لمؤتمر داخلي يعني. واحنا بنتكلم عن التناول المختلف، عندي فضول اعرف ازاي تناولت المشاهد المؤثره في زلزال تركيا وسوريا. احنا ما دخلناش عليها لحد دلوقتي، احنا اشتغلنا عليها بشكل خبري، لانه حتى الان الاخبار هي سيده الموقف. الاخبار هي سيده الموقف. انت حتى الان الركام لم يحمل معا، لسه في اخبار جديده كلها. طبعا في قصص بس خبريه، كلها خبريه. بس انا هروح ازاي؟ احنا دلوقتي بنفكر فيه. بس احنا هيبقى ملفنا انساني بشكل بحت، وهيبقى مختلف بالنسبه ان شاء الله يعني. يعني انا اقصد ان ما زال الحدث في بؤره الخبر. فانت كل يوم عندك مآسي، كل يوم عندك مشاكل، ده الخبر هنا. يعني يهدأ الركام كده، ويعني يهدأ الركام تبتدي تفكر بشكل مختلف. يعني ايه؟ يعني هو ده اللي احنا بنفكر فيه يعني. بس هنعمل حاجه ليها علاقه بالانسانه المساله يعني. مفهوم. اللي طبعا ده حدث يعني نسال الله انه يعني يمر بسلام يعني.
ان شاء الله يا رب. الفكره كلها من استخلاصي كده من الافكار اللي حضرتك بتقولها يا استاذ احمد، قائمه على كسر القوالب وكسر الروتين والقاء حجر في الميه الراكده. صحيح. بتحفز الصحفيين تاني عشان يرجعوا يشتغلوا تاني، علشان ما يكسروش تاني، علشان يفضلوا يعملوا حاجه للمهنه فيبقى فيه تاني تنافسيه. بتكسر القوالب الاخراجيه اللي الناس زهقت منها فبتعمل كفر بالوان. دي تحيه خاصه للدكتور احمد محمود، هو اسطوره الاخراج في مصر والعالم العربي. الكفر خطير. الدكتور احمد محمود هو استاذ الاعلام في كليه، استاذ الاخراج في كليه الاعلام جامعه القاهره. طبعا طبعا. وهو يعني وهو هذا الرجل له تاريخ في الصحافه المصريه من الاخراج، وهو انا يعني انا بسميه اسطوره الاخراج في مصر والعالم العربي، وهو عنده سمعه دوليه بالمناسبه يعني، وهو صاحب الكفرات المبدعه دي للامانه يعني. اكيد. فاحنا بنحفز صحفيين، احنا بنعمل شكل اخراجي مختلف، احنا بنروح لمناطق ما كانش حد بيروح لها بالعمق ده، فبنجتذب ناس جديده مكان الناس اللي مشيت وثابت. صحيح. صحيح. انها تشوف. صحيح. كل ده لو مش بس الوطن اشتغلت عليه، لو كل الصحف حاولت تشتغل. لا هنروح. تقدروا فعلا نمسك تاني جورنال في ايدينا مع ارتفاع سعر الورق ومع ارتفاع سعر الاحبار ومع ان احنا ما بقيناش نقدر نمسك حاجه نقراها وقت طويل؟ لا انا رايي نقدر، انا تقديري نقدر، تقديري انا نقدر. هو المفروض ان احنا ندرك احنا كصحفيين ان احنا في تحدي عظيم جديد، فالتحدي ده محتاج معالجه. طيب. جديده يعني فكره الركون لانه خلاص الديجيتال طغى ومحتاج تعاون كمان يا استاذ احمد، واحنا في نقطه التعاون تحديدا لاول مره يتم نشر عدد او ملف من جريده للثانيه. صحيح. ده شفناه بين الوطن والدستور. طبعا. ممكن تقول لنا الهدف من ده؟ طبعا. يعني تناول نفس الموضوع. طبعا. وهل ده ممكن ما ياثرش على المنافسه؟ لا هقول لك، انا هكون معاك امين، انا هكلمك بقى بصراحه، هفتح شويه. احنا الزملاء الصحفيين في كل مؤسسه طول الوقت بنتعارك مع بعض على بعض. بنتعارك مع بعض على بعض. فطول الوقت ببقى همي ان انا اقلل من شان الاهرام. اقلل من شان اليوم السابع، ما بيعملوش حاجه. موضوعهم تعبانه. صحافتهم على قدها. بتكلم على كلنا عن كلنا، كلنا عن كلنا. احنا كنا نقول كده وهم يقولوا كده. اصل الوطن دول فاشلين. اصل اليوم السابع دول تعبانين. اصل الاهرام دول عيانين. اصل الجمهوريه دول مش عارف ايه. احنا ده طول الوقت بنعمل ده. يشهد على كلام الزملاء موجودين في الوطن اللي ممكن يكونوا بيسمعوني دلوقتي. اول حاجه هنعملها احنا نبادر نصلح العلاقه دي مع زملائنا المكان على المؤسسات. احنا طول الوقت نتكلم عن زملائنا كويسين، واللي يعمل حاجه كويسه ناخدها له ونبرزها له. طيب انا خدت قرار بايه؟ والزملاء عندي في القسم السياسي يسمعوا الكلام ده كويس جدا. جيت خدت قرار ان يبقى في صحفي مخصوص ينشر كل الاصدارات الاسبوعيه. كل الاصدارات الاسبوعيه ينشر كل الاصدارات الصحفيه يوم اصدارها، ينشر عنها تقرير كبير. يروح لمجله المصور بتصدر يوم السبت، فينشر تقرير عنها صحفي. يوم كل الاصدارات الاسبوعيه، كل الاصدارات تنشر في جريدة ومنصات الوطن يوم صدورها، عرض كامل لمحتواها رقم واحد، ينشر موقعه على كل المنصات بعد الورقة طبعا. طب. ينشر على كل المنصات، فضلا عن أن مقال السيد الزميل رئيس التحرير ينشر نقلا عن وصفته عندي في الوطن. مبادرة طيبة طبعا. لا احنا عملنا ده. احنا عملنا ده. فلما جيت اروح للدستور والسابع والاهرام واخد معانهم، وخدنا قرار برضه ان اي زميل واي صحيفه تعمل حاجه كويسه ناخدها وننسبها لها ونبروزها. فابتدينا عملنا ده. عملناه. انا قلت ابدا بنفسي في المساله، انت مصلح وعمال تقول اصل احنا لازم نبقى حلوين ونتكلم، ماشي كلام جميل، اعمل انت بقى. لما توليت رئيس التحرير قلت انا هبدا في المبادره دي. شفنا الكلام ده في الدستور ونال السمري كمان. كل الزملاء الدستور الاسبوع اللي فات عملنا ملف حلو خدناه، اليوم السابع خدناه، روزا اليوسف خدناه، ناخده وننسبه، ياخده حقه الكامل ننسبه عندنا. احنا بقينا منصه عرض ليه، وناخد كفر المجله وكفر الجورنال، ناخده عندنا، والسيد الزميل رئيس لما يكتب مقال اخده نقلا عن
امبارح يعني نشر على ثلاث رؤساء تحرير نشر لهم مقالات عندنا، ده ما كانش بيحصل يا منى. طبعا ما كانش بيحصل طبع. بس دي كانت محاولة مني هي محاولة مختلفة اصلا في جو الصحافة بصفة عامة، مش بس في تجربة الوطن، احنا بنتكلم انها حاجة ما بتحصلش اصلا، بنخلق مساحة بقى منهج. انا عندي وكل يوم يبعت لي التقرير، النهارده صدر الاسبوع، انا بقول يعني مجازا يعني الاسبوع، المصور روزال يوسف التقرير بتاعهم على السوشيال على المنصات، مقال الزميل رئيس التحرير، الصحف القومية، كل المجلات والاصدارات الاسبوعية للصحف القومية تنشر في الوطن، مش بكلمك على الدستور بس ولا على السبع بس، اللي هو ممكن حد يقول لك اصل انتوا عشان انتوا مع بعض انتوا في شركه واحده والكلام ده كله، لا مفهوم. انا بكلمك في كل الصحف، في كل الصحف بتنشر عنها. فدي كانت مبادره مننا، مبادره مهنيه، مبادره. وعلى بالمناسبه لاقت استحسان جميع الساده الزملاء، استحسان كبير، وابتدوا هم يعملوا معانا كده، فابتدى الوطن لما يعمل حاجه الاقي باقي الزملاء ياخدوها. احنا ابتدينا نعمل مساحات اتفاق، احنا قلت نبطل فكره ان احنا مش متنافسين، احنا بنتنافس تنافس شريف، بنتنافس على العرض والمحتوى. اعمل محتوى كويس، السبع لما عملت محتوى الثقافي اللي هو الزميل وائل السمري خدناه، صحيح خدناه، عمل خبطه صحفيه بالارشيف على الاستاذ سمير صبري مكتبته، خدناها وفضلنا وراه حتى طيب. لما عمل مبادره خدناه ورحنا وراه، وكذلك باقي الزملاء في الصحف. انا بحكي لحضرتك حقائق موجوده، مش بحكي لك ما يجب ان سيكون ولا حاجه في المخيله، حاجات حصلت بالفعل، ده حصل بالفعل. وده بقى اصبح منهج عندنا، وده بكل تاكيد يا استاذ احمد، مقالات الساده رؤساء التحرير كل مقال للسيد رئيس التحرير بينشر عندنا، الساده رؤساء التحرير زملائنا بينشر عندنا، ده بكل تاكيد ليه عوده طبعا، او ليه تاثير كبير جدا على الصحافه في مصر. هنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق. الكاتب الصحفي الاستاذ احمد الخطيب رئيس تحرير جريده الوطن، شكرا جزيلا ليك.